القراءة في مواجهة الإكراهات، عنوان الملتقى الوطني لنوادي وفعاليات القراءة، تم التأكيد فيه على مرافقة القراء ومساندة الكتاب ونوادي القراءة. من خلال صندوق الدعم الاستنساخ اللي أنا فعلناه اليوم، هذا الصندوق رح يسمح بمساعدتهم على خلق مكتبات، إنشاء مكتبات جديدة. الصندوق أيضا رح يساهم في منحهم إقامات تفرغ للكتابة الإبداعية. الملتقى يجمع أجيالا من الفاعلين في الشأن الثقافي، باحثين ومؤلفين ومبتدئين همهم تنمية ثقافة القراءة خاصة من خلال الكتاب الورقي. أماكن اللي تحتضن فعاليات القراءة مثل المكاتب العمومية كنت تفتح أبوابها، دور الشباب ممكن تساهم في تخفيف الثقل على الأماكن هذه. الشيء الثاني هي توفير الكتاب والكتب والمكاتب التي تبيع الكتب نوعية وفتحها للقراء وفتحها للمطالعين، والدعم والأخير والأهم هو الدعم المادي من أجل تنظيم هذه الأنشطة وهذه التظاهرات. حفل الافتتاح عرف تكريم عدد من الباحثين والكتاب الجزائريين نظير إسهاماتهم الأدبية والفكرية. فعالية الملتقى تمتد على مدار أسبوع في المكتبة الوطنية الحامة دار عبد اللطيف وقصر الثقافة.